مداخلة أخرى مع فريق كان يعاني كثيرا هذا الموسم، ولكنه قدر في النهاية بإضافة فنية مميزة جدا أن يبقى في الدوري الممتاز مرة أخرى فريق فاركو. المدير الفني لفريق فاركو الكابتن أحمد خطابي. كابتن أحمد، مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. السلام عليكم أستاذ كريم، والله أنا اللي بتشرف بحضرتك ومتشكر جدا على كلامك ودعمك، والحمد لله على نهاية موسم صعب جدا وطويل. كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين جميعا بخير يا رب. الموسم كان صعب جدا على فاركو هذا الموسم، لدرجة أن احنا في منتصف الموسم تصورنا أن فاركو قد يودع الدوري الممتاز، ولكن في المراحل الأخيرة قدر فاركو يحقق نتائج إيجابية جدا ويبقى في الدوري الممتاز. ايه الصعوبات اللي واجهتك في هذه المرحله وكيف تخطيت هذه الصعوبات؟ والله يا كابتن كريم، يعني هقول لحضرتك على حاجه. انا الصعوبات كانت بالنسبه لي في ان انا كنت زعلان جدا من الوضعيه اللي احنا فيها كفريق، لان انا طبعا موجود في النادي من فتره طويله كلاعب وبعدين عضو في الجهاز الفني على مدار السنوات الماضيه، فانا جزء من اي جهاز كان موجود سواء حقق نجاح او حلف سوء توفيق، فانا مشارك في الحالتين ومسؤول زي اي حد كان موجود. فتولي المسؤوليه في الفتره الصعبه دي كان اوريدي الواحد موجود اصلا ومشارك في الفتره اللي قبليها، فبناء عليه كنت بحاول ان انا دايما احاول اتفادى السلبيات والامور اللي كانت ادت بينا ان احنا يصادفنا سوء التوفيق ده في البدايه والنتائج السلبيه دي. والحمد لله ربنا كرمني وقدرت ان انا اقعد مع اللعيبه ونتفق على بعض حاجات نشتغل عليها بدعم من الاداره طبعا والجهاز الطبي والاداري وكل المعاونين اللي معانا، كنا ايد واحده وتحالفنا يعني على ان احنا نتعدى المرحلة الصعبة دي كلنا بجهد كل واحد فينا، من أول عمال المهمات لحد رئيس النادي كلنا كنا على قلب راجل واحد، وكان عندنا ثقة في ربنا سبحانه وتعالى أنه مش بيضيع تعب حد، وعندنا إيمان بقدرات اللعيبة اللي معانا أن هم لعيبة عندهم شخصية وعندهم كواليتي كويس جدا، وكلهم النادي اختارهم بالاسم. صحيح. واحد واحد عشان صحيح. فعلا هم يستحقوا يكونوا موجودين في المكان ده. صحيح. فالحمد لله الثقه اللي كانت موجوده جوانا دي هي اللي ساعدتنا على كل بالتاكيد ده. كابتن احمد، في بطوله ما زالت مستمره لفاركو امام او في كاس مصر، وبعد خروج النادي الاهلي من هذه البطوله النهارده بالمناسبه السوشيال ميديا بتاعت فاركو كانوا عاملين حاجه لذيذه قوي كده، حتى لقت ترحاب الناس كلها، نزلوا حاجه كوميديه كده، قال لك محمد هنيدي المشهد الشهير هو فين النادي الاهلي. وده خليني اسالك السؤال بس بجد المره دي مش هزار، هل انتوا سعداء بفكره انه ابتعدتوا عن النادي الاهلي في هذه البطوله، بطوله كاس مصر، وطموحكم في البطوله دي ايه؟ والله بص يا استاذ كريم، يعني لا حته سعداء دي لا بصراحه، لان احنا الحمد لله دلوقتي شخصية الفريق عندنا اختلفت تماما، واعتقد ان ده من خلال اللعيبة بقى عندها ايمان بقدراتهم وعندهم ثقة في بعض كبيرة جدا وثقة في ربنا سبحانه وتعالى. احنا افضل مباريات ادينا فيها اداء كويس جدا ومش تمثيل مشرف بس، احنا كنا ند قوي جدا وكنا قادرين نعمل فيها نتائج ايجابية، كان مباراتين النادي الاهلي ذهابا وايابا رغم ان هم كانوا فترة قصيرة جدا كان ما بينهم 15 يوم بالظبط، ولكن احنا في المباراتين مباراة اسكندرية ومباراة القاهرة كنا ند قوي جدا للنادي الاهلي وقدرنا ان احنا نشتغل بايجابيه في المباراتين، وانا كنت راضي جدا جدا عن اللي اللعيبه قدموه. فعارف اللعيبه كان نفسهم ان الاهلي تاني عشان خاطر ان ادي برضو مباراه قويه واللعيبه تعبر عن نفسها وتعبر عن القدرات اللي عندهم، والنتيجه في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. طبعا احنا عارفين ان التوفيق وعدم التوفيق في الكوره مهم جدا وهو الفيصل في الاخر، ولكن انت بتتعب وبتشتغل، فاللعيبه بصراحه عندهم دوافع كبيره جدا جدا في البطوله، وان شاء الله قادرين. يعني انتوا زعلتوا ان انتوا مش هتواجهوا الاهلي في كاس مصر؟ يعني العكس، مش زعل يعني. احنا ما كانش فارق معانا بصراحه، احنا كان عندنا هدف ان احنا عايزين، الحمد لله احنا طلعنا من الضغوط بتاعه الدوري وحققنا الهدف المطلوب ان احنا نستقر في الدوري باذن الله، وبدانا نبص لمرحله ثانيه. فعارف يا استاذ كريم، اللعيبه كانت بتلعب تحت ضغط كبير جدا ومده صح. طويله، وده شيء مش سهل في الكوره. بالمناسبه احنا بنعرض دلوقتي الصوره اللي كان منزلها الحساب الرسمي لنادي فاركو النهارده بتاعت الفنان الكبير محمد هنيدي الهزار. بصراحه المسؤولين عن فكره حلوه عندنا مبدعين بصراحه، هايلين. يعني عارف بصراحة.
بيعرفوا ان هم دايما يعملوا حدث كويس جدا مناسب للتوقيت وللمباراه وحاجات كتير جدا. لا عارف عارف يا كابتن احمد، كمان الحاجه اللطيفه كده ما فيهاش مشاكل ولا ازمات وبتاع، حاجه لا الناس لا كلها خالص حاجه خالص الناس حاجه كلها الناس انبسطت منها يعني، مشهد بص لذيذ. بص يا كابتن كريم، هو ده الهدف من الرياضه عامه صح اصلا. صح الهدف من الرياضه ان الناس تتبسط، ان الناس عندك حق، تستمتع. مش عندك مطلوب مننا ان احنا ندخل في مشاحنات وان احنا ندخل في نزاعات وان احنا ندخل خالص، بالعكس. عندك حق. الرياضه الناس في اوروبا بتروح تحجز الماتشات وبتلاقي الماتشات كلها فل والاستاد مليان عشان الناس بتروح تستمتع، مش صح بتروح تتخانق صح ولا بتروح عندك تزعق. حق. عندك فاحنا حق. نفسنا ان احنا نوصل للدرجه دي. احنا بنكن كل احترام وتقدير لكل انديه مصر كلها، والحمد لله فرق عمره ما كان ليه مشكله مع اي نادي في مصر ده حقيقي، خالص ده خالص حقيقي، ده نهائيا. حقيقي. عمرنا ما بنطلع نعترض ولا نطلع ننقم على حد ولا بنطلع نقول احنا كذا وكذا. ليه؟ لان احنا متفقين حتى اذا كان في اخطاء في اللعبه بجميع فئاتها فهي على الجميع. يعني صحيح. انا النهارده بتظلم وبكره ممكن يبقى معايا الحق وهكذا. فاحنا نفسنا ان احنا بصراحه نوصل للمرحله دي، ان احنا الرياضه بالنسبه لنا تبقى فعلا زي ما احنا كنا بيتكتب على المدارس واحنا صغيرين الشعارات، ان الرياضه اخلاق، الرياضه حب، الرياضه الفه. فالروح الرياضيه هي اهم حاجه، واحنا مظبوط عندنا بصراحه ده الهدف الرئيسي. صحيح. كابتن احمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.